أعزائي متابعي موقع الوطن في كل مكان، أهلا وسهلا بكم، أحييكم من العاصمة السعودية الرياض، وكل عام وأنتم بخير وبصحة وسعادة، ومصرنا الحبيبة بأمن واستقرار. منذ ساعات وتحديدا الساعة 1 صباح اليوم الاثنين الموافق 17 مايو 2021 تم السماح بسفر المواطنين السعوديين إلى جمهورية مصر العربية، ولكن وفقا لضوابط معينة، أولها أنه يكون حاصل على تطعيم كورونا الجرعتين أو تطعيم جرعة واحدة يكون مر عليها 14 يوم، وده هيظهر من خلال تطبيق توكلنا، أو يكون مصاب بكورونا وتم التعافي من كورونا ولم يمر على تعافيه أكثر من 6 شهور. دي حاجة. الحاجة الثالثة، المواطنين أقل من 18 سنة لابد أن قبل السفر هيقدموا وثيقة تأمين سارية ضد مخاطر كورونا خارج البلاد. هذه الوثيقة أن تكون معتمدة من البنك المركزي السعودي، وهيطبق الحجر المنزلي بعد عودة المواطنين الأقل من 18 سنة لمدة 7 أيام، حجر منزلي وليس بأحد الفنادق، على أن يتم عمل تحليل لفيروس كورونا PCR تحديدا بعد مدة 7 أيام، ويعفى من ذلك الأطفال أقل من 8 سنوات مش هيعملوا الفحص. لكن أيضا منذ ساعات أصدرت المملكة العربية السعودية وتحديدا وزارة الداخلية بيان تمنع سفر المواطنين السعوديين ل 13 دولة، وأنا حابب أقول لحضراتكم إيه هي ال 13 دولة دي. هي ليبيا واليمن وأرمينيا وأفغانستان، سوريا وإيران والصومال، روسيا البيضاء، الهند، لبنان، تركيا، الكونغو الديمقراطية، وفنزويلا. وقالت الوزارة في بيانها إنه علشان الظروف الأمنية وعلشان حالة عدم الاستقرار اللي تمر بيها البلاد، الأهم من ده كله اللي حابب ان انا انوه عنه، الاخوة المصريين اللي موجودين داخل مصر لا يشملهم قرار العودة. يعني العودة للمصري كما هو، اللي هيرجع من مصر هيرجع عن طريق احد الدول المسموح بها الرجوع للمملكة العربية السعودية كالاردن او البحرين او كينيا او السودان، وهيتم الجديد هيبقى فيه حجر مؤسسي، وكلمة مؤسسي الحجر ده هيتم عن طريق أحد الفنادق على نفقة المواطن المصري اللي حابب يرجع، سواء في خروج وعودة أو حابب يجي زيارة للمملكة العربية السعودية. وفي نهاية 7 أيام بيتم عمل فحص PCR على نفقته أيضا، إذا أثبتت سلبيته فيقدر يدخل المملكة العربية السعودية ويمارس حياته الطبيعية. ده بالنسبة للإخوة المصريين الموجودين داخل جمهورية مصر العربية. يعفى من الحجر الصحي المؤسسي داخل الفنادق كل من يحصل على تطعيم لقاح كورونا، سواء الجرعتين أو جرعة واحدة مر عليها 14 يوم. علشان تفعل هذه الجرعة أو يعترف بها داخل المملكة العربية السعودية لابد أن تكون موثقة وفقا لشهادة موثقة من الجهات الرسمية داخل جمهورية مصر العربية. وأشكركم ونلتقي دائما على خير. Thank you.